تاريخي مع النادي الأهلي كان عندي 8 سنين. بدأت مسيرتي كلاعبة الأول وأنا عندي 8 سنين في فرق الناشئين في النادي الأهلي، ولحد ما طلعنا بقى 11 سنة 15 سنة 17 سنة لحد بقى ما بقينا في الفيرست تيم. الحقيقة احنا بنحب النادي الأهلي جدا، وحتى انا واخواتي كنا لعيبه اصلا بولي كلنا. انا عندي 4 اخوات كلهم كانوا بيلعبوا بولي، وبدانا كلنا في النادي الاهلي ولعبت بقى يعني لحد سن وانا عندي 15 سنه كنت بصعد مع فيرست تيم بلعب معاهم ماتشات وبطولات وكده. احنا تقريبا كنا بنقضي حياتنا كلها في النادي الاهلي، ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتمرن، اذا كانت في الناشئين تحت او لما كنا طلعنا الفيرست تيم. ما بنعملش حاجه غير ان احنا لو بنخش معسكر بنلعب ماتشات. تقريبا عشنا 3 ارباع حياتنا في النادي، ودي حاجه انا بحبها جدا، وبعلم الاجيال اللي جايه ان هم ازاي يتربوا على ان هم يحبوا اللعبه ويبقوا دماغهم في اللعب، بس ان هم ازاي يبقوا ابطال. كل البطولات الافريقيه غاليه قوي عندي لانها بتبقى بطوله صعبه قوي. اذا كانت فرق جامده جدا بتوع كينيا والكاميرون والسنغال، كانت فرق صعبه قوي زمان. دي من اغلى البطولات اللي انا لعبتها. هي بطوله افريقيا عموما بشكل عام كانت من اقوى البطولات اللي انا بلعبها تبع النادي الاهلي. ذكرياتك وانت لاعب برضو غير ذكرياتك غير وانت مدرب. وانت لاعب بتستمتع باللعب ومسؤول عن نفسك وبتحب البولي قوي وبتبقى مسؤول عن اللعب، بتبقى مستمتع وانت بتلعب، غير وانت مدرب. وانت مدرب بتبقى بتحاول توصل معلومات كتير للبنات، في اللي بيستجيب وفي اللي لسه مش قوي. هي بتبقى في الاول في الاخر هي قدرات كل واحد قد ايه، بس هي الحقيقه يعني لا، اللعب ممتع جدا. يعني انا مدربه في النادي الاهلي بحاول اعلم اجيال حاجات كتير انا اتعلمتها. اهم حاجه الالتزام والانضباط، ازاي ابقى لعيب، ازاي اتعامل مع الناس اللي حواليا، ازاي ابقى البنات يتعاملوا مع بعضهم، ازاي يحبوا بعض. ان هي اجيال بتسلم اجيال، ففي الاخر انت بتحاول توصل حاجه معينه انت اتربيت عليها. ده من ضمن الحاجات اللي انا بحاول اعلمها للولاد. جمهور النادي الاهلي دايما النادي الاهلي ده يعني عايش بيكو وبتشجيعكم ليهم، والتشجيع ده بيفرق جدا مع الاجيال كلها بغض النظر بيشجعوا مين. دايما خليكم في ظهرنا، ودايما خليكم بتحبوا النادي بتاعكم وبتخلصوا له، بتخلصوا للعيبه بتوعكم. ويا رب دايما موفقين، ودايما النادي الأهلي حاصد كل البطولات والمراكز الأولى في كل الألعاب.